ايوه يا فندم، معاكي سيف ابو الخير رئيس مباحث اسم الدقي. علم بحار ايه ورئيس مباحث ايه يا سفله يا زباله يا وطين يا اللي ما تربتوش؟ ايه اللي في الادب دي؟ اتفق. انا يتعامل فيا كل ده بسببك انت؟ يابا خش يا عم خش. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن بوشكش، نورت بيتك يا حبيبي. نورت بيتك يا حبيبي، داخل على مراتي ولا ايه؟ هتروك ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عم، النص مش النص برضو؟ ايوه يعني فاضل لك نص وتبقى كيلو. اصدع اضحك ده نص. انا جاي المره اللي فاتت في حادثه عربيه، انما المره دي بقى انا جاي بجريمه قتل. عارف يعني ايه جريمه قتل يا راجل؟ اه والله، من نص ساعه لسه قاتل. حيوده جاي بجريمه قتل. تحيه مني للراجل النتن ده اللي استقبلني في اول يوم، انا كمان بحييك. تمام يا فندم، في زيارة على شاب بوشكاش محفوظ يا فندم. دخل هذا. تحت أمرك يا فندم. بوشكاش محفوظ. نعم. زيارة. لمين؟ ليك. وأنا عيان ولا إيه؟ زيارة أكل يا حدك. هات يا مرق. اتفضل. بيبي جماعي، بيبي جماعي. إيه الفرخة بعتلي جواب ولا إيه؟ انا رشدي هلال يا بوشكش، مش عيب عليك يا راجل لما سلمني استواره مضروبه. عموما انا كنت عامل حسابي على كده، لو عايزين فيلم الحبل المشنقه نفذ اللي هقول لك عليه. النهارده المساجين هتترحل على النيابه، الراجل اللي معاك ده كلبش في كلبش هيكون راجل من رجالتنا، كل اللي في الحجز معاك قبضين وهيوسعوا لك سكه. اوعى النور هيتقطع من جوه الاسم، الرجاله اللي موجوده هتحجز على العساكر وهيوسعوا لك سكه انت والراجل اللي معاك. هتخرج من جوه الحجز على طول، تروح تجيب الاسطوانه وتبلغني بالمكان اللي انت قاعد فيه عشان ابعت لك رجالتي يجيبوك لحد عندي معزز مكرم. مساء الخير يا حاج، ممكن تليفون؟ اه اتفضل يا باشا. بعد اذنك تليفون من غير ازعاج بس لو سمحت. انا اسف لو انا بزعجك ولا حاجه. الو لسه جرس. الو الو بوشكش. ايوه هانيا. وحشتني. ايوه انا بوشكش. انا بوشكش. ايوه يا ست هربت مش وقته. ايوه هربت. اسمعيني كويس، وحشتيني انت كمان. وحشتني قوي. انت جبت الحاجه اللي انا قلت لك عليها ولا؟ اه اتفضل. يلا بقى يا بوشكش. ايه ده؟ يلا، مش جبت السكيه؟ جبت الايه؟ السكيه اللي في ايديك. ايه السكيه ده؟ ايه السكيه ده؟ السكيه اللي في ايديك ده. ده اسمه السكيل في ايديك ده؟ امال اسمه ايه؟ اسمه سيدي. انت مالك بتطجن ليه كده؟ اسمه سيدي. سيديل. سيديل؟ بس يا نص. بقول لك ايه؟ نعم. عشان عندكم زفر؟ اه في زفر. في زفر؟ اه في زفر. تاكل زفر؟ ايه رايك؟ شغال. شغال ايه؟ شغال اكل. شغال اكل؟ هي بقت مهنه؟ الاكل عندك بقى مهنه؟ شغال اكل؟ في معده تستحمل يعني ولا؟ بعون الله. خلاص بعون الله. انت هتزق عربيه نقل؟ خلاص قومي بقى. قومي اعملي لنا، ها؟ اعملي لنا اكله كده حلوه. ها؟ حاضر. من عينيا. ممكن ابوسها ولا دي فيها حاجه؟ براحتك، بس ابعد نفسك عشان ما ارجعش على ايديها. ابعد نفسك. اكله حلوه كده. ماشي ماشي اوكي. عن اذنك. اتفضلي اتفضلي. حط منوم في الاكل للجحش اللي معايا. تعاملاتكم الشيكي بتخليني افكر ان انا ابني مستشفيات خيريه اكتر عشان اقدر اوفر لكم كميات الميلاتونين اللي انتم محتاجينها. هذا بتاع ايه بقى؟ انا اقول لك بتاع ايه؟ ماده الميلاتونين موجوده في مخ الانسان، بالتحديد النخاع. لو خدت مادة الميلاتونين من مخ الإنسان بكمية زيادة شوية، الإنسان ده ممكن يموت، ولو عاش هيعيش بفقدان الذاكرة زي العيان بمرض الزهايمر. جزئية بسيطة اتكلم فيها الدكتور مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود. مصطفى محمود. الشيخوخة بتضعف، والنتيجة إن الإنسان يبتدي الذاكرة تهوي ويبتدي ينسى،
وما يعرفش كان امبارح ايه وعمل ايه، ولا المفروض نمر التليفونات تتمسح من طلع راجل كارثه. وانا اللي كنت فاكره ان كبير وهيبقى تاجر مخدرات، ده في حاجات اخطر من المخدرات بكتير. اسمع هاني بوسكاش، مش عايز السلسله؟ عارفه هاني السلسله دي زمان كانت بتجيب لي الحظ، كنت فاكر انها بتعمل لي حاجات كتير قوي حلوه في حياتي، بس من ساعه ما ضاعت جابت لي حاجه احلى بكتير. انت يا هاني مش عايزه تقولي لي حاجه يعني دلوقتي يا هاني؟ مفيش. بوشكاش عايزه ايه يا بنت بقى؟ عايزه ايه؟ ترجع لي تاني؟ أنا محظ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عبد الله على السلامة يا بوشكاش. سلامة إيه بقى يا رشدي بيه؟ سلامة ايه في وسط يا جوج ومأجوج دول؟ ده انا قلت ان سيادتك اكيد اكيد وحتما ولابد بيسلمني العشماوي رسمي تسليم اهالي. سلامك ما ينفعش طبعا، انت حياتك تهمني وتهم ناس كتير. هو حضرتك ناس كتير؟ قوي فوق ما انت ممكن تتصور. اللابتوب بتاعكم، العقده اللي ليكوا عندي. والاسطوانه؟ جوه اللابتوب. هايل. الناحية التانية. تمام. رشدي بيه. تسمح لي اسألك سؤال؟ هسمح لك. بس عشان انت راجل محكوم عليه بالاعدام ولازم البي له طلبه الاخير. اتفضل اسال. مش عارف اقول ايه قدام ذوق حضرتك. هو مش حضرتك خدت الاسطوانه؟ ايوه خدتها. طب ما تطلعني بقى من الكلكيعه اللي انا فيها دي، انت فاهم انها لا ليا في قتل بكر ولا جيت جنبه. انت طبعا حر تقول الكلام اللي انت عايزه، لكن كلام محضر النيابه بيقول حاجه ثانيه خالص. كلام ممكن يلبسك البدله الحمراء لانهم لقوا بصماتك على السكين. انا عارف طبعا ان كل غرضك انك كنت تقطع التورته للسنيوره بتاعتك. يا عم حرام عليك، دول قبضوا عليك جنب جثة بكر، يعني متلبس بالجريمه. صحيح انا عارف برضو انه كان غرضك تستلم السنيوره بتاعتك اللي كانت مخطوفه، لكن تستلمها ازاي بقى وهي ما اتخطفتش؟ علشان ما بقاش بكدب عليك يا صاحبي، هي القضيه لابساك لابساك. وعلى فكره انا كنت عارف ان بكر بيصمصك من ورا ظهري هو وديمتري، وبعدين كان دليل عليا في حكايه قتل ايمن ومصوراتي، فقلت اخلص منكم انتوا الاثنين. لبستك قضيه بكر عشان اضمن الاسطوانه ترجع لي. سوري يا بوشكش، كان لازم اخبطكم في بعض وطلعنا شرار. تمام. والله مش عارف يا رشدي بيه، عارف لما ببص لحضرتك بحس كده ان في غيبوبه حاصله لي، غيبوبه لما بشوف سعادتك. مش حاسس ان في بني ادم بالشكل ده تاني. انا مش هتكلم معاك على الاثار ولا الهيروين، لا انت راجل خلاص بقيت بتبيع الماضي وبتفرتك الحاضر وبتشفط المستقبل. خلينا بقى في الشفط، ذنبهم ايه الناس الغلابه اللي مرمين عندك في المستشفى دول عشان تشفط منهم احلامهم وافكارهم؟ اللي جايين طمعانين في حق الدواء، اللي ملهمش ذنب في اي حاجه، تسحبهم كده فجاه تخليهم على الجنط. ناس؟ ايوه ناس. اللي بتتكلم عليهم دول ناس؟ طبعا ناس. لا يا حبيبي دول مش ناس. مين دول؟ اشي بياعه فل وياسمين ولا بياع مناديل ورق؟ دول ناس ملهمش لازمه، عاملين زحمه على الفاضي، يعملوا ايه دول بالميلاتونين اللي موجود في دماغهم؟ لكن لو خدت الميلاتونين ده وحطيته في دماغ عالم او مفكر، الناس دي بتدفع فلوس عشان تقاوم شعوب تبني مستقبل. بس 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 هي ايه؟ وهيصف الكلام ولا ايه؟ مش هيصف الكلام، هي
استنى عندك شويه. هو انت مين عشان خاطر تحيي ناس وتموت ناس؟ انت فاكر نفسك مين؟ انت مالك بتاع الفل والياسمين؟ ما ليه رب هو اللي يدبر له امره؟ مش يمكن يبقى حاجه بعد كده؟ بدل ما تاخد منهم اديهم، ابني لهم مصانع بس بجد، مستشفيات خيريه بجد، هات لهم دواء بجد، مش ازازه دواء وتبني عليها مصنع. يا رشدي بيه الناس تعبانه، الناس طهقانه. انت بتسمعش عن طوابير العيش اللي بتخش عشان تجيب 5 ترغيفه تروح مغزوزه بجنبها بمطوه، تبقى خارجه بغزه بجنبها وفي الرغيف في ايديها وفرحانه؟ ما تعرفش الحاجات دي خالص خالص. ما سمعتش عن البنزين؟ ولا انت بتخش على البنزينه 10 لتر تروح مديله راس ام الحطب، فول تانك تروح مطلع له راس نفرتيتي وروح مديها له. انزل شوف الدنيا عامله ازاي، انزل وبص. الراجل يا ولده بيبقى واقف هو وابنه عند الفكهاني ويبص على الفاكهه بحسره، مش قادر يعمل حاجه. في الاخر يبص على التفاح كده بحسره ويقول له الى اللقاء في جنه الخلد ان شاء الله. بس هقول لك على حاجه بقى، الذكي اللي فاكر نفسه ذكي ما يبقاش ذكي، والغبي اللي فاكر نفسه غبي ما طلعش غبي. بعد ما خلصت صفقتي مع السلعاوي وجاني ديمتري، شفت وعرفت ان انا محطوط ستار للعبة كبيره قوي. ايمن انا بوشكش، اسمع اللي هقول لك عليه بالظبط. عايزك تطلع النهارده على الحفله بتاعت رشدي هلال وتاخد معاك كاميرا الفيديو بتاعتك، وفي واحد هقشر لك عليه بعنايه تراقبه وتصوره هو ورشدي هلال وبكر الكومي. لحد ما جه بكر بيه وكمل لي